أدعو الإخوة في المجلس وكل الأعضاء إلى أن تخرج قرارات فعلية وعملية وواقعية في آلية مواجهة قرار ترامب، ليس بالكلمات ولا بالشعارات لكن على أرض الواقع. أخي حسام، كيف ستخرج قرارات مرضية طالما أنكم غائبون والجهاد غائب والجبهة الشعبية ستشارك بوفد رمزي؟ أليس الأجدى أن نشارك وأن نقول ما لدينا؟ نعم، هو مجرد المشاركة وأن تقول يعني كلمة وتمضي، هذا أيضا لن تغير في القرار. لذلك إحنا طلبنا كان واضح إنه نجلس قبل ذلك كقيادات فلسطينية ونتوافق على دعنا نسميها مشاريع القرارات، نعم، بحيث أنه يذهب الجميع بما في حماس والجهاد إلى المجلس المركزي متفقين ابتداء على ما سوف يطرح. شو اللي لا يعقل أن يذهب الناس، خاصة نحن يعني مراقبين في هذا المجلس، نحن لسنا أعضاء رسميين، نعم، أن نذهب ولا نعرف ماذا الأفق الذي يمكن أن يطرح في هذا المجلس. ألم يصلكم خاصة أن ما سمعنا وما وصلنا لا ترتقي إلى يعني المستوى المطلوب؟ ما الذي وصلكم وجعلكم تميلون نحو المقاطعة؟ ما هي القرارات التي وصلتكم وجعلت من المشاركة يعني وكأنها عبث سياسي؟ يعني على سبيل المثال، وأنا من خلال تواصلي من موقعي كرئيس لمكتب العلاقات الوطنية مع كل الفصائل الفلسطينية سواء التي في المنظمة أو التي خارجها، كان الكل يتحدث عن ضرورة إعادة العلاقة مع الاحتلال من مبدأ التنصل عن أو التخلي عن اتفاقيات أوسلو وما تبعها من التزامات، نعم، وتنسيق خاصة في الجانب الأمني و موضوع إعادة أو سحب الاعتراف بدولة الاحتلال. هذه الأمور كتبت في التوصيات بطريقة عامة ولا توحي بإمكانية تطبيقها، ولكنها مطروحة أيضاً قرار ترامب. ولكنها مطروحة في جدول أعمال المجلس. نعم، هي مطروحة. أنا قلت لك من خلال النص مراجعة المرحلة السابقة عبارات والتي بدأت منذ العام 1993 بكافة جوانبها. نعم نعم نعم، لكن إحنا من تواصلنا مع الإخوة اللي قدموا هاي الورقة هي عبارات عامة، يعني لا يمكن ضبط محتواها ولا مضمونها ولا حتى آلية تنفيذها. الحديث فقط عن يعني إصدار